المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم سبب نزول هذه الآيات قصة عظيمة، والآيات التي قبلها قوله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. زيد هذا من هو؟ زيد بن الحارثة رضي الله عنه. هذا الرجل أو هذا الصحابي الجليل من ميزاته أنه هو الصحابي الوحيد الذي ورد ذكر اسمه في القرآن الكريم. يعني القرآن 114 سورة لم يرد اسم صحابي بعينه، ورد ذكر الصحابة ضمنا لكن باسمه وعينه لم يرد إلا ذكر زيد رضي الله عنه. زيد هذا كان مولى اشتراه حكيم بن حزام لخديجة رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين. ولما اشترته خديجة رضي الله عنها أهدته للرسول ووهبته للرسول صلى الله عليه وسلم وأحسن إليه وأكرمه. جاء أهله يبحثون عنه في مكة المكرمة، فلما وجدوه وعرفوه قالوا: هذا والدك وهذا عمك، فقالوا: تذهب معنا. وعرضوا ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ألا أخيره خيار آخر؟ قالوا: ما هو؟ قال: نخيره بيني وبينك. فلما خيروه اختار النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، قبل البعثة، قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام كله قبل البعثة. فلما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم أعلن في الملأ أنه زيد بن محمد. كان التبني يعني في ذلك الوقت موجود قبل البعثة النبوية وقبل الإسلام، فتبناه الرسول صلى الله عليه وسلم وسماه زيد بن محمد. فمكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى جاءت الأحكام الشرعية بمنع التبني، وقال الله سبحانه وتعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فألغي التبني وأصبح لا يجوز التبني، فرجع إلى اسم أبيه زيد بن حارثة. بعد ذلك خطب له النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وزينب أسدية قرشية من أشراف قريش، وزيد بن حارثة يعتبر مولى، فكانت يعني عندها أنفة وكأنها رفضت الزواج منه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: هل هو أمر منك من الله سبحانه وتعالى أو أني يعني مخيرة؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قالت: سمعنا وأطعنا، وتزوجها زيد رضي الله عنه. لكن حياتهم لم تكن مليئة بالحب والود، كان فيه نفرة، فكان يأتي للرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يستشيره، يقول: أريد أن أطلقها أو أفارقها أو كذا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد ورده الوحي أنه سيطلقها ويتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخفى في نفسه. فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. جاء الأمر النبوي بأن الإلهي من الله سبحانه وتعالى بأن يفارقها زيد وأن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لإبطال العادة التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية، الذي هو أن الأب لا يتزوج زوجة المتبنى، وهو ليس والده أصلا ولكنه بالتبني. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يبطل هذه العادة أو هذه السنة الموجودة، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يتزوج زينب رضي الله عنها. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات: ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله. كان يعني كأنه يتحرج أو كذا مما حصل، فأنزل الله هذه الآيات: هذا شرعة وهذا دين وهذه فرائض، ما عليك من حرج فيما فرض الله له. إلى أن قال سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الأنبياء صلى الله عليه وسلم كلهم يبلغون رسالات الله. ثم قال: وخاتم النبيين. فمحمد عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين، وردت قراءة أخرى خاتم النبيين، يعني وردت بالقراءة خاتم يعني النهاية، آخر الأنبياء. خاتم الذي من الختم والطباعة، انتهى بعده النبوة ولم ينبأ أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقصص السيرة في حادثة زيد رضي الله عنه كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، وبارك الله فيك. تفضل. طيب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.